تنضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب لينا خنوع للحديث عن العملات الأجنبية وافتتاح الأسواق الأسهم والنفط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية، كما لاحظنا تراجعات وأيضا تراجع تدريجي لمؤشر الدولار والدولار أيضا، ما هي الأسباب التي دفعت الدولار في بداية التعاملات إلى التراجع؟ صباح الخير. بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، يعني يستعيد بعض القوة في جلسة اليوم، وقد شهدنا خلال الجلسات الماضية بعض التراجعات. طبعا كانت هذه التراجعات سببها هي الإشارات الضمنية التي أعلن عنها الفيدرالي الأمريكي، ربما يعني لن يقوم برفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. التوقعات كلها تشير إلى الآن هو أن يقوم برفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2022. نلاحظ أن الدولار ينخفض أمام الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، لأن عم نشوف شهية لأخذ المخاطر، استقرار أمام الجنيه الأسترليني، وأيضا عم نشوف الدولار الأمريكي، عم نشوفه اليورو ينخفض مقابل الدولار الأمريكي، وأيضا نلاحظ أن الدولار مقابل الين مقابل الفرنك السويسري على ارتفاعات. طبعا نحن نترقب بيانات اقتصادية هامة، مؤشر الانفاق الاستهلاكي بحسب أو مؤشر التضخم اللي بفضله الفيدرالي الأمريكي، وأيضا عندنا بيانات الناتج المحلي الإجمالي. الدولار الأمريكي عم تختلف توقعاته، وعم نشوف هذه التباينات على إثر أنه اختلاف توقعات البنوك المركزية في احتمال بين ارتفاع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الأسترالي وأيضا البنك نيوزيلندي أن يقوم برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. أيضا نحن متوقعين أنه يقوم برفع أسعار الفائدة بنك إنجلترا ربما في الربع الأول من عام 2022. وأيضا توقعات أيضا أما تختلف التوقعات بالنسبة للفدرالي الأمريكي كما ذكرت في عام 2022 بالنسبة لبنك اليابان المركزي، وأيضا البنك المركزي الأوروبي لن يقوم برفع أسعار الفائدة في عام 2022، نتيجة أنه ما زال تحتاج منطقة اليورو وأيضا اليابان إلى مزيد من السياسات التحفيزية. فهذه الأسباب التي تشاهدها على مؤشر الدولار الأمريكي، وهذا التباين الفعل الحاصل على مؤشر الدولار. نعم، يعني إذا ما تحدثنا نتحدث هنا عن سوق العملات، التباين واضح في أداء سوق العملات، وبحثا عن المعطيات حول أسعار الفائدة، بعض البنوك المركزية أعلنت عن نيتها أو تلميحات نوعا ما عن نيتها لرفع أسعار الفائدة، ومنها ما تحدثت عن الإبقاء. لكن هذا التباين هل انعكس على أسواق الأسهم العالمية أيضا؟ هل نجد ذات التذبذب يعني مقارنة بأسواق العملات؟ بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، مؤشرات وول ستريت قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة للأس أند بي 500، مؤشر داو جونز بدعم من الأسهم التكنولوجية، بدعم من بيانات نتائج الشركات التي جاءت فوق التوقعات، يذكر بأن 13% من الشركات أو الأسهم المدرجة في مؤشر أس أند بي 500 جاءت فوق توقعات المحللين، وربما تكون نتائج 34%، يعني أعلى نتائجها سوف تكون أعلى من مقارنة بالربع الثالث. فارتفاعات واضحة على مؤشرات أسواق الأسهم، مؤشرات وول ستريت، والدعم الأكبر يأتي أمس من سهم تيسلا، حيث قيمته السوقية اقتربت تقريبا من تريليون دولار، وذلك بالصفقة التي تمت من قبل شركة هيرتز، وهي شركة لتأجير السيارات، يعني سوف تأخذ 100,000 سيارة من تسلا. فهذا الذي سبب هذه الارتفاعات، ارتفاعات شهدناها ب 12.5 على سهم تسلا، توقعات أن تستمر هذه الارتفاعات، لأن صفقة كبيرة تعد ب 100,000 هذه الصفقة والتي رفعت قيمتها السوقية. نحن نترقب باقي الشركات، مايكروسوفت، أمازون، ألفابيت سوف تعلن عن نتائجها هذا الأسبوع، فالنتائج تلعب دور أساسي بالفعل في دعم مؤشرات الأسواق الأسهم الأمريكية. وكما ذكرنا أنه بيانات الناتج المحلي اللي عم نترقبها أيضا ستعطينا فكرة أوضح عن توجهات مؤشرات الأسهم الأمريكية، ومؤشر أسعار التضخم، أسعار السلع، هذا أيضا
سوف يكون له تأثير على تحركات مؤشرات الأسواق الأسهم. بالفعل توجد شهية لأخذ المخاطر بشكل كبير، وهذا السبب عم نشوف اتجاهات وارتفاعات وتنعكس على أسواق الأسهم الأسيوية في صباح هذا اليوم. يعني أستاذة لينا، على ما يبدو أن المستفيد الأكبر من هذا التذبذب، من هذا التباين في سوق العملات وأيضا سوق الأسهم العالمي، هو المعدن الأصفر. لاحظنا الوصول إلى مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة. كم من المتوقع أن تستمر وتيرة الارتفاع في الذهب في ظل هذا التباين والحديث عن أسعار وأيضا معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية؟ بالفعل عم نشاهد ارتفاعات فوق ال 1800 دولار في ظل، يعني عم نشوف الارتفاعات التضخم الكبيره الناجمه عن ارتفاع اسعار السلع، ارتفاع اسعار النفط عم تسبب ارتفاعات تضخم، لكن اعتقد انه الذهب عم يتارجح بناء على مؤشر الدولار الامريكي والتباينات التي يشهدها بحكم العلاقه العكسيه التي تربطهما بين مؤشر الدولار الامريكي والذهب. يعني نلاحظ في قوه ايضا ما زالت يعني في مؤشر الدولار الأمريكي، لكن مع ذلك الذهب عم بيستفيد من ارتفاعات التضخم اللي عم نشوفها بشكل كبير، وعن توقعات البنوك المركزية وخاصة بعد الإشارات الضمنية التي تعتبر ضمنية التي أرسلها الفدرالي الأمريكي. فبالتالي عم نشاهد ارتفاعات، وأيضا سوف يحدد أيضا الاتجاه كما ذكرنا البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع. ربما نشهد يعني بعض التذبذب أو التباين في أسعار الذهب في هذه الفترة، لكن يعني وتعتبر يعني تحركات في نطاقات جانبية أقرب إلى أسعار الذهب في هذه الفترة. نعم، يعني أستاذة لينا، يعني بالعودة للحديث قليلا حول شركة تسلا ودخولها نادي التريليون، يعني فيما يتعلق بأشباه الموصلات والأزمة التي مرت بها شركات يعني المصنعة وأيضا الشركات التي تعمل على صناعة المركبات الكهربائية، مع وصول تسلا إلى هذه المستويات الجيدة، كيف يعني يتم التوافق بين أشباه الموصلات وأيضا صناعة المركبات مع الطلبية الجديدة؟ نعم بالفعل، يعني عم تفاجئنا شركات مثل تسلا وغيرها من الشركات، نتفليكس وغيرها، يعني يوجد عدد كبير من الشركات اللي عم تحقق بالفعل يعني نتائج إيجابية وأيضا يعني فوق التوقعات، وعم نشوف هذه الارتفاعات في أسواق الأسهم بالرغم من أزمة سلاسل التوريد، أزمة أشباه الموصلات، فهذه الأزمة موجودة وأزمة حقيقية، لكن لن يظهر أنه تأثيرها إلى الآن محدود تلك التأثيرات. عم نستفيد من مخرجات أخرى كالصفقة التي تمت، فهذا العم بيخلي مثلا أنه دعم للسهم، دعم لهوامش الربحية في الشركات. ربما الربع الرابع سيكون تأثيره أكبر من أزمة سلاسل التوريد على تلك الشركات على هوامش الربحية، لأننا نعرف أنه أزمة سلاسل التوريد سوف تؤثر في تكاليف الشركات، يعني راح تضطر الشركات انه ترفع تكاليفها لانه في تعثر في هذه السلاسل وايصالها، وخاصه انه اثبت اشباه الموصلات وازمه الرقائق الالكترونيه. نعم، محلله اسواق ماليه في إكويتي جروب لينا قنوع، شكرا لك على كل هذا الشرح.